يعرب مجلس الشورى عن استنكاره ورفضه الشديدين للتدخل السافر من قبل الجهات المختصة في قطر لإجراءات وآليات نقل المسافرين البحرينيين، والتي يراد منها الإساءة للبحرين ومحاولة بث صورة مغلوطة حول الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في متابعة المواطنين المتواجدين في الخارج وتأمين عودتهم وفق آليات معتمدة لحفظ سلامة الجميع، بما يترجم توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة الحكومة الموقرة. يؤكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين لا تألو جهدا في توفير الرعاية والاهتمام لرعاياها المتواجدين في مختلف الدول، وتحرص على عودتهم لوطنهم وفق إجراءات احترازية متكاملة، مستنكرا المجلس المعلومات المغلوطة التي جاءت في سياق بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي في قطر. ويثمن المجلس تكاتف وتلاحم شعب مملكة البحرين وقوفه إلى جانب قيادته بكل مسؤولية لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدا أن اللحمة الوطنية التي يمتاز بها الشعب البحريني ستقطع الطريق على كل من يريد بث الفتنة وشق الصف أو المساس بمملكة البحرين.